يبدو أن مترو العاصمة الوحداوي لا زال متأثراً بعاصفة نهائي الكأس، فظهر مهزوز الأداء أمام أسود العوير اللي كشرت عن أنيابها لمحاولة سرقة السعادة من أصحابها، ولكن رأسية ماغراو جلبت ثنائية التعادل لتبعد دبي قليلاً عن دوامة الهبوط. أعتقد كانت تستحق الفوز. والله مع التحكيم ومع المدرب ما شاء الله عليه أكيد يعني ضيعوها هم بيدهم. معاناتكم مستمرة؟ يا أخي معاناتنا مستمرة مع الكاس ومع الدوري بعد. شو نسوي؟ هذا حال الدنيا. شايف اللعب هذا دبي، هذا دبي. علوا يا الجزيرة ولا حد من هذيل، شو بنسوي؟ أمي ملعب الهدايا هذا، وهني الإدارة بابا نويل اللي تسلم الهدايا حق الدرجة الثانية. والله هو خلال أسبوع ثلاث مباريات نهائي كأس مثلا ودوري، وبدك تخوض الاثنين مباراة مع اتحاد جدة، هاي أثرت على نفسية اللاعبين، أثرت حتى على تشكيلة اليوم، وأثرت على المستوى أتوقع. والمدرب غامر يعني حاول يعمل تدوير على حساب مباراة اليوم مشان مباراة اتحاد جدة، وهي مباراة اليوم الدوري أهم، وهذا السبب تعادل. هاي يتحمل المدرب غلطاته كلها، حتى طرد حيدر يتحمل المدرب. أنا أنت اللاعب كله تعبان، يعني تروح تغير لي حيدر والشحل المتألقين في المباراة، تدخل لي ناس ما يعرفون يلعبون. أنا بشوت بيانو خلاص موقع مع الوصل، خلاص إدارة ما تعرف عن هالشيء يسمونه، ما يبون يلعبون يسمونه، خلاص لا تدخل بيانو، ما عندي مهاجم ما بلعب مهاجم يسمونه، بخلي إسماعيل ما بلعب يسمونه بيانو، ليش عشان أخسر؟ فهد مسعود جاهز، ليش دخلت آخر شيء؟ ليه ما طردوا يسمون اللعيبة؟ شو هالمدرب؟ المدرب اليوم يطلع هيكسبرغر بليز توداي جو جيت تيكت أوتسايد نو نيد أن أبو ظبي جو كنتري. يا أخي أنا مدرب من أول موسم، يا أخي نحن ساكتين قلنا ما على حال الفريق بيتعدل، من أول موسم جايبين لي ثلاث مدربين في موسم يبون يعدلون الفريق. يا أخي هيكس أنت شليته ترده مرة ثانية، شو هالعقلية اللي في الفريق يا أخي؟ شو هالعقلية اللي في النادي؟ هذا اللي دارك الواحد حاط لي ريل على ريل أرسل لي هني خمس سنين من 2005 يا أخي، خمس سنين ولا إعلان في الجريدة حق الجمهور، خمس سنين الحين نحن هنا في هالنادي ولا يوم حاطين إعلان في الجريدة حق الجمهور. يا أخي العين عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، يحط لك إعلان محتاج هو عشان جمهوره يحضر؟ لا يا اخي انا افعل دور الجمهور، خمس سنين ولا يوم حطوا اعلان حق ولا يوم سالوا وين الجمهور، ليش الجمهور ما يحضر؟ نحن كل من موسم من 2005 لين هالسنه الجمهور قاعد يقل. اليوم كم عدد الجمهور اللي حاضر هني؟ خل الرابطه كم عدد الجمهور اللي يحضر المنصه؟ شو هالمسخره اللي قاعده تصير في النادي؟ لازم يشتغلون، اذا هم
أمر الفريق يهمهم، لازم يشتغلون صح. الإدارة هي اللي مسؤولة عن هذا اللي قاعد يصير في النادي كله. يا أخي الجزيرة في سنتين سوا ترسك مدينة زايد، عيب قسما بالله عيب. في سنتين ترسك مدينة زايد، أنت جمهورك من غير إعلانات ومن غير دعاية ومن غير تسويق على الأقل من النص اللي هو يخصه. يا أخي شو هالمسخرة؟ ليه أنت منتم على هالحال؟ لما تشوف مؤشر الفريق في انحدار يعني في شيء غلط، صح ولا لا؟ عدت أول مباراة وعدت ثاني مباراة وعدت ثالث مباراة، يا أخي ما في أي رياكشن. شو هالبرود اللي فيهم؟ يا أخي بعدين لاعب يطلع، بالله أنت اليوم لاعب يطلع من الملعب يضحك ويوريني التقويم ماله؟ أنت فيك إحساس؟ يا أخي استحي، تبغى تضحك؟ أضحك في غرفة الملابس، احترم هالناس اللي هنا. بعدين أنا بسوي لك تقييم، إدارة كل خمس سنين بطولة، شو يعني؟ فشل ذريع، فشل ذريع. يا أخي العين عدو اللدود صح؟ في كرة القدم في أسوأ حالاته، ها في أسوأ حالاته بيشيل البطولة، في أسوأ حالاته 29/4 بيشيل البطولة. ليش؟ لأن في شغل، في ولاء. هنا ما في ولاء، هنا تعال شوف السيارات برا الله يعطيهم، بس نبقى نلعب، اللي ينزل في الملعب نبقى نروح، نبقى قتال. جمهور بدأ يقل، مدرب ما يعرف يقرأ مباريات، يعني من بداية الانتقالات الشتوية ما شفت تحرك من الإدارة، حتى أجانب ما في مثل الناس، قالوا لنا بنيب مهاجم مثل الناس سوبر ستار. بس ما هاي البداية اللي بديت فيها؟ كلها من الإدارة، يعني المفروض الإدارة في انتقالات يعني شتوية كانت تحسن الوضع،